تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يعقد يوم غد الملتقى الحكومي 2018، وتشارك في الملتقى كافة جهات القطاع العام والذي يتناول الخطوات والسياسات لمختلف القطاعات الحكومية، ويناقش من خلال محاوره هذا العام الإنجازات التي تمت وأهم التحديات وكيفية تحويلها إلى فرص والتطلعات المستقبلية. والجدير بالذكر أن الملتقى الحكومي يعد منصة مهمة أسهم في تعزيز أداء القطاع العام وفق أعلى درجات التنسيق التي أسهمت في تحقيق الأهداف الموضوعة.